بيتسير جبهة ويعطي الفتاوي ويعطي 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 الري ويعطي تخريجات. قلنا نبداو نمشيو نهضرو مع نيشان او نديرو دورات معاه في اللويزية عاد نجيو هنا يعني كاينة شي حاجة غير قولوا لنا شنو كاين. المسألة مرتبطة بالتدخل ديال السيد المنسق الجديد السيد نجيب البقالي حيث قال أنه لم يسبق لأي حزب أن حل تنظيماته المحلية بالمحمدية. حزب العدالة والتنمية حزب نحترمه. تجربة لتسيير مدينة المحمدية فيما يخص التسيير الجماعي لمدينة المحمدية وهذا يشرفنا جميعا وهذه هي الديمقراطية وهذا هو الذي نريده جميعا وهذا هو علاش هذه الدورة ديال اليوم انعقدت بطلب منا كحزب تجمع الوطني الأحرار وحزب الاتحاد الشراكي وحزب الأصالة والمعاصرة. هذا فائض نتاع الجماعة المحلية لمدينة المحمدية والتي هو بمدينة حصر الميزانية والتكليف هذا هو الرقم هنا 12 مليار من عندنا فائض ومنين جبنا هادشي الرئيس وخص تبرمجها في المشاريع وتجيبها وترجمها في ارض الواقع ويظهر الاثر ديالها على المواطنين والمواطنات ماشي ارقام وهميه. نفس الاتجاه الذي تسير فيه هذه الدوره اليوم ونحن جميعا كفرقاء سياسيين داخل هذا المجلس نعمل جميعا كل بجانبه وكل حسب امكانياته. شنو من الموضوع هو سي بنادرا ونكتب اقتراح حتى هو شي نقاط حتى هو اللي ممكن هنايا في هذا مجموع الاعمال واتفقنا بلي هاد النقاط هادو قدام كاين شي نقاط اللي كانوا موجودين حيدناهم مع لاكور ديال التحالف. دابا انا كنائب سميتي واخا انا سميت بس نشكر الرئيس ديالي انا سميت باش يكون الشفافية والديمقراطية مطلقة في المجلس. الجماعات كاملة مصائب المغرب من طرجة ودار بيضاء وغيرها والعزل كبير جدا الاستقرار الجنبي مستوى ما مقدش يعطيك حتى يخص الموظفين فالكل تقريبا كاين اجماع بانه ما جدوى خارج الالتزامية القانونية اللي موجودة ولكن تنهضرو على ما جدوى ان دير برنامج عمل اي جماعه اللي عندها عجز كبير وكبير جدا تقول لي عندك عجز في الميزانيه وخصكم ما يمكنش تسني ورقه تقول لي عندك ان اكسيدون وكتجي كتمشي في التوازن يعني كتقول عندك القرار ديال الفيرودات خاصنا نناقشوا السيد الرئيس ماشي بالضروري حضر القرار كاين صيفطيه لينا في الوثائق خاصنا نناقشوا. ما بغيتيش ما استعدتيش وقلتي لينا بالحرف هكا جاوبتيني انا شخصيا قلتي لي الاتحاد اعضاء ديال الاتحاد الشراكي ما قبلوش باش يتعاونوا معايا على اساس باش نصوروا واحد الرؤيه فيما يخص هذا الكلام كان متاكدش هذا الكلام ديالك وفي المكتب هنا بحضور الاخوان ديال الاتحاد الشراكي قلت لك قلت لي لا ما لا بديتي كدير المراوغات كما انت معتاد بها هذا ما يمكنناش وهذا لا يبرر الفشل ديالك الذريع لا يبرره هو هذا الموقف انما التمريرات اللي قدمها السيد الرئيس على تدخلي في اخراج برنامج العمل الموجود فاجأني من ربه حيث قال بان هناك جماعات لم تستطع لحد الساعه اخراج برنامج العمل الى الوجود وكنت اتمنى ان يقتبس او ان ياخذ من هذه الجماعات المنجزات والاعمال التي قامت بها الايجابيه ما يبحث على النقاط السلبيه فماذا فعل الاخوان الرئيس للهروب الى الامام مشى اتجه لواحد مكتب الدراسات مزيان واحد مكتب الدراسات دار معاه واحد الصفه واحد بوند كوموند تقريبا 20 مليون واحد النسخه منه تقريبا 20 مليون ديال هذا البوند كوموند اللي دار مع مكتب الدراسات باش يوجدوا له هذا برنامج العمل مزيان بغيت نوجد واحد برنامج عمل مع واحد مكتب الدراسات ولكن راه مكتب الدراسات ما يمكنش غادي يشتغل غادي يجيب لك الافكار خصو الافكار انت اللي غاتعطيهم للسيد الرئيس انت هو البروتور انا برا ما فهمتوش غير الكلمه مرتجه لا ما وجدتهاش كنت بغيت ندخل في النقطه انا نقدر في النقطه ولكن الرئيس غريب جدا
رئيس مستهتر، رئيس غير ملم بالقوانين، رئيس ما عرفتش الابجديات ديال التسيير. راه والله القسم ما كنهضر من الجانب الحزازات السياسي، راه كنهضر على شخص هو كشخص غير كفء لتسيير هذه الجماعه. راه حنا اربع مرات راه كنصبروا وكنحترموا، ولكن الشخص غير كفء. وهذه انا كنقول ان الرئيس يفتقد حتى للذكاء. حنا راه ما كتكذبش علينا بداك الشيء. حنا راه اول حاجه بحليناها مشينا 123، وكاين هنا بكثره الاعضاء كاملين هضرنا في التليفون وقلنا عيب. حتى الذكاء ديال الرئيس راه خاصو يضحك علينا بان ماكياج انتيليجون. جوج الوثائق بغيتهم الى سمع المجلس يكونوا من الوثائق المصاحبه للمقضى، لانه تقرير مجلس مكتب الدراسات هو تقرير مهم وفيه هاد المداولات ديالنا كاملين حقيقة جابهم بلغة منطقية اللي يمكن التاريخ من بعد يشهد عليها ويشهد على هذا المجلس انه داب واحد مشاريع مهمة وهيكلية بالنسبة للمدينة والساكنة ديالها. فإذا بالإجابة ديالو أنا اليوم جيت غير باش ندير شوية صباغة الطنطوار وندير فروشات ولايك فقط. كاين وتصاور في الفيسبوك، ميمكنش واحد ما عندوش خارطة الطريق في الدماغ ديالو، ميمكنش عنده برنامج عمل يجي اليوم يحاسب موظفي ويعزل الموظف ويحاسب الموظف وينوط الموظف يقول هذا الموظف كفء وهذا الموظف ماشي كفء